هذا الإمام الذي يؤم الناس وهو حليق، في رأي أولئك الخاصة الذين أشرت إليهم ووصفتهم بأنهم دونه في العلم والفقه والقراءة لكنهم خير منه في العمل بدينهم واتقائهم لربهم، هؤلاء المتقون الصالحون مقصرون مع هذا الشعب الذي كما قلت يغتر بهذا الإمام الحليق وبيشوف إمام يؤم الناس وحليق، إذن حلق اللحية لا شيء. متى هذا يؤثر في الجمهور؟ حينما يكون أولئك الناس الأتقياء والصالحون غير قائمين بواجب التعليم والتذكير. واضح؟ يعني الإمام دعايته إلى أن حلق اللحية ليس معصية بفعله، وهذا بلا شك يؤثر، ولكن هذا الفعل سوف يذهب أثره إلى ما قام الصالحون العالمون بأن حلق اللحية معصية ومعصية كبيرة، سيتنبه الشعب الذي يضطر أن يصلي وراء هذا الإمام الحليق ويعرف أن ما يفعله الإمام هو كبعض الأئمة الذين نسمع لهم إنهم تجار ومرابون ومع ذلك يؤمون الناس. فإذا علينا نحن أن نبين للناس أن هذا الفعل هو لا يجوز إسلاميا، وبذلك تتعادل الكفة، وكما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ويحضرني الآن مثال مناسب لهذه القضية. في عهد أحد الخلفاء العباسيين ألقي القبض على أحد الزنادقة وأتي به لتنفيذ حد القتل فيه، فلما رأى أنه قادم على الموت أراد أن يروي غيظ قلبه على المسلمين، قال أنا لا أموت إلا وقد وضعت على لسان نبيكم كذا 1000 حديث. فقال له الخليفة خسئت، فلن تسلك هذه الأحاديث ما دام عندنا مثل فلان، أظن ذكر عبد الله المبارك أو غيره من أئمه، وهو قد أخذ الغربال يغربل هذه الأحاديث. فإذا هذا زنديق أشاء أحاديث موضوعة، سوف لا تؤثر هذه الأحاديث موضوعة ما دام المقابل في ناس يغربلوا، فكونوا أنتم المغربلين بقى. نعم. هل يوجد حديث صحيح بالنسبة